كاجوال وصريت على اني اجي كاجوال لاني فعلا ان انا يعني بساط احمدي يعني نتكلم مع بعض بعفويه بعيده عن الرسميه اسمع منكم تسمعون مني خليني ابدا اول شيء بالشكر الجزيل لمتجاوز اللي تجاوزوا فعلا ولهم من اسمهم نصيب تجاوزوا في الإبداع تجاوزوا في التنظيم تجاوزوا في اللحمة تجاوزوا في الوطنية تجاوزوا في جمعكم تجاوزوا في كل شيء يستحقون شكر كل من ساهم وكل من شارك في المؤتمر الطلابي الأول اللي يعقد في الولايات المتحدة الأمريكية متجاوز شكرا لهم باسمي وباسمكم جميعا وتمنياتي لهم بالتوفيق وتمنياتي أيضا لمؤتمرات قادمة إن شاء الله للأحسن والأفضل أنا تعرفوني كلكم اسمي محمد العيسى رجل بسيط جدا والد لأسرة تتكون من خمسة من ثلاثة بنات وولدين ولدي الكبير طبيب اسمه سعود ترى ما عندي ولد اسمه ياسر بالمناسبة في بعض الملتقيات يقولوا في واحد يشتغل ملحقية اسمه ياسر محمد العيسى لكن هو ليس ابني أفتخر أن يكون واحد من أبنائي لكن ابني الكبير اسمه سعود طبيب في يعمل في مستشفى تافتس في بوسطن ومبتعث ومعيد في جامعة الملك عبد العزيز عندي أيضا بنت تدرس صيدلة كمان في بوسطن عندي ابن مستوى التاسع في الهاي سكول أنا مواليد جدة بس ماني اتحاد بالمناسبة من مواليد حي السبيل في جدة درست المرحلة الابتدائية في مكة والمتوسطة في مكة والثانوية أيضا بالعجزية الثانوية في مكة وشجع نادي الوحدة تخرجت من جامعة الملك عبد العزيز البكالوريوس تعينت معيد وجيت لأمريكا في عام 1980 كان الملحق لا تصفر جيت لأمريكا 1980 كان الملحق ذاك الوقت أستاذ صبحي الحارثي وجيت من جدة لمينيسوتا سانت بول مينيابوليس في أغسطس 1980 وكان الجو جميل وانبسطت وأنا جاي من جدة بعدها بثلاثة شهور أو أربعة شهور أتفاجأ بالجو البارد والثلج كملت ست شهور في مينيسوتا وانتقلت إلى توليدو أوهايو وكملت اللغة بعد سنة وبعدين حصلت على قبول ماجستير في الإدوكيشنال ميديا من انديانا ستيت وتخرجت في 1982 ماجستير بعدين انتقلت الى اريزونا ستيت وكملت الدكتوراه في اريزونا ستيت وعدت للمملكه واشتغلت استاذ مساعد في جامعه ام القرى وعينت بعد كذا المشرف على مركز الوسائل والتلفزيون التعليمي في الجامعه وبعد كذا اشتغلت ايضا مشرف عام على الشؤون الفنيه في الجامعه حتى كلفت في عام 2007 في جولاي 2007 ملحق ثقافي في الولايات المتحده الامريكيه. من اسعد الناس ودائما اقول انا من اسعد الناس وأمي دعيت لي بالمناسبة أنا يتيم والدي والدتي كلهم متوفين فيعني خفوا علي شوي أنا دائما أقول إني أسعد إنسان إني جيت في هالمكان مش عشان المنصب لا والله
لكن سعادتي بوجودكم أنتم، سعادتي أني أنا كل ما أروح مكان في أي مكان في المملكة أجد ابن أو بنت، دخلت مستشفى أجد طبيب أو طبيبة، إن دخلت بنك أجد ابن أو بنت، إن دخلت في كل مكان في مدرسة في حتى في السوق. العام الماضي أنا كنت في الريد سي مول في جدة وكنت أمشي في رمضان في الليل ولا تدري يطلعوا لي اثنتين بنات دكتور محمد دكتور محمد كيف الحال في وسط المول. هذه السعادة. بالمناسبة أيضا أنا وطني وأحب وطني بشكل كبير جدا، وأنا متأكد كل واحد فيكم يعني يحب وطنه بدرجة كبيرة، وأنبسط كثير لما أجد شخص يعني يحب وطنه بنوع من ال شو يسمونه القوة الزائدة. أنا مرة جاتني واحدة في المكتب وقالت لي يا دكتور أنا لي 5 سنوات هنا في أمريكا وما رجعت السعودية وأبغى أرجع السعودية. قلت لها ما رجعت 5 سنوات؟ قالت والله ما رجعت 5 سنوات مع بنتي. أنا يا دكتور، هي بالمناسبة من مكة، أنا يا دكتور خضار جاب لي اللعبان أبغى أرجع أبغى أشوف التراب. والله كلنا إحنا مشتاقين للتراب، تراب بلدنا ووطننا وجميعا نشتاق للبلد. الاجتماعات اللي زي هذه الحقيقة يعود فضلها بعد الله سبحانه وتعالى لرجل له دور كبير وهو صاحب الفضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى في وجودنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، الملك عبد الله. هو صاحب هذا البرنامج، وأنا أسميه برنامج العبقري لرجل عبقري، وفعلا والله برنامج عبقري. لا يوجد بيت في المملكة العربية السعودية ما فيه ابن أو بنت أو قريب أو قريبة ما له مبتعث في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا من يشجع الابتعاث، أدعم الابتعاث بكل ما نملك، ندعو دائما بالصحة والعافية وطولة العمر لهذا الرجل. هذا الرجل هو اللي خلف هذا البرنامج، والمناسبة البرنامج لسه قبل يعني يمكن قبل حوالي شهرين أو 3 شهور كلكم سمعتوا بالموافقة على تمديده 5 سنوات، وأول مرة في التاريخ برنامج يمدد قبل ما ينتهي بسنتين. باقي على البرنامج عشان ينتهي باقي عليه سنتين، ينتهي في عام 2015. تأتي موافقة من الملك عبد الله الله يحفظه بالتمديد لهذا البرنامج 5 سنوات أخرى لينتهي في 2020. هذا هو الاستثمار، هذا هو الاستثمار الحقيقي. نظرة الملك عبد الله لن تخيبوا إن شاء الله. أنا متأكد أنكم هتعودون إن شاء الله، نعقد عليكم الآمال الكثيرة في العودة للمملكة العربية السعودية عشان تخدموا بلدكم وأيضا تخدمون أنفسكم. زي ما قال عبد الرحمن قبل شوي، أنتم إن شاء الله اللي هتمسكوا وزارة التربية والصحة والتعليم العالي والتخطيط والمالية والملحق الثقافي كمان، أنتم إن شاء الله اللي هتمسكوا. وهذا الهدف أصلا من مجيئكم هنا. نرى لا تلتفتون إطلاقا لكل من يحاول أن يسيء لهذا البرنامج. والله هذا برنامج متميز. هذه هي جامعة الملك عبد الله، برنامج الابتعاث هو جامعة الملك عبد الله. لا تلتفتوا لكل من يحاول أن يسيء إلى برنامج الابتعاث، إلى كل من يحاول أن يسيء لكم أي كانت الأسباب. أنتم متميزين ومتميزون وناجحون ومبدعون، وحتى لو طلع واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا 10 يسيئون للبرنامج فالبرنامج متميز بكم أنتم. أنتم اللي تميزون البرنامج، أنتم اللي تصنعون البرنامج، أنتم اللي ترفعون رؤوسنا في 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 كل الجامعات. نجد كثير من أبنائنا، ولذلك عندنا برنامج التميز في 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 الولايات المتحدة، براءة اختراع، عدد كبير من أكثر من 200 طلب براءة اختراع مقدمة من أبنائنا وبناتنا المتعاثين في الولايات المتحدة الأمريكية. عدد كبير
كبير من المتميزين، عدد كبير في الجامعات الأمريكية، غيرت الصورة الستيريوتايب النمطية اللي كانت موجودة عن السعودي وعن المسلم، غيرتوها في أقل من 3-4 سنوات. وهذا مو كلامي، هذا كلام الناس. أنا أقول لو المملكة العربية السعودية دفعت مليارات المليارات لوسائل الإعلام عشان تغير الصورة النمطية والستيريوتايب عن المملكة، خصوصا بعد أحداث 9/11، لن تستطيع أن تغيرها. غيرتوها أنتم في سنوات، أنتم السفراء، أنتم اللي صنعتوا التغيير، أنتم اللي هتصنعون أيضا، من خلال تعاملكم، من خلال تميزكم، من خلال الصورة، من خلال الصورة الرائعة المشرقة الجميلة اللي ترسمونها ذكورا وإناثا. أنا شهادتي فيكم مجروحة، مهما قلت عنكم فشهادتي مجروحة، لكن المنتظر سنوات التاريخ هيثبت نظرة الملك عبد الله لهالبرنامج ولكل من يحاول البرنامج ويحاول يحارب هالبرنامج، وحيثبت أيضا تميزكم بعد ما ترجعون إن شاء الله المملكة العربية السعودية وتبدون فعلا تبدأ التغيير إن شاء الله على يديكم في التعليم، في الصحة، في التخطيط، في كل شيء. هذه بلدكم، مهما عملتوا لن يكون يعني لن تفوح حقها. الحديث يعني معكم الحقيقة لا يمل، مهما قلت فشهادتي زي ما قلت يعني تظل شهادة مجروحة. أنا وجودي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدتكم. اليوم أنا موجود، بكرة همشي، لكن والله 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 3 مرات أني لم يأتني طالب في يوم من الأيام وطلب شيء حتى لو تجاوز وأعرف أنه في مصلحته، قلت له لا. والله أحيانا تأتينا يعني من الوزارة طلبات للطلاب بعدم الموافقة، وأرى أنه مصلحة الطالب أن نوافق عليه، والله ما أعتمد على قرار الوزارة، نناقض قرار الوزارة. معالي وزير التعليم الآن اللي فعلا هو من أدار هذا البرنامج، واللي يستحق منكم أيضا كلمة، يستحق منكم تحية وشكر للمعالي الدكتور خالد العمدي، فعلا يدير هذا البرنامج وهو يعني من بعيد في المملكة العربية السعودية. ودائما أقول في كل لقاءاتي معه، أقول يا دكتور ترى يرى الحاضر ما لا يرى الغائب. في كثير من الأحيان أنا أرى أشياء لا تراها الوزارة، فأرجو أنه حتى لو تجاوزت في النظام لمصلحة الطالب قال أبداً لا تتردد. إذا رأيت أنه هذا لمصلحة الطالب لا تتردد في أنك يعني تعمله حتى لو كان فيه تجاوز، وليس خسارة. أنا أقول له ما خسارة، أنت مواطن ومن حق وطنك عليك أنه يدعمك بكل شيء، ندعمك بكل ما نستطيع. من حق وطنك عليك أيضا أنك أنت أيضا تقف مع وطنك، تدعم وطنك. لا تلتفتون والله، وأنا أقولها وأنا صادق، لا تلتفتون إلى كل من يحاول أن يسيء إلى وطنكم إطلاقا. وطنكم أنا أقول مثل الخيمة، أنتم كل واحد فيكم طنب لهالخيمة، أنتم أطناب الخيمة. والملك عبد الله والأسرة السعودية وآل سعود هم عمود الخيمة. لا تترددون، لا يضحك عليكم أحد بكلام يعني تغيير وربيع وصيف وخريف وكلام، هذا تهريج. والله ما في مواطن أنا أشوف حتى بالمناسبة بعضكم يمكن يقول دول الخليج، والله حتى دول الخليج، وأنا أقول الكلام هذا من مسؤولية، والله ما في أحد يعامل مواطن كما يعامل مواطن سعودي هنا في أمريكا في 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 في, في كل شيء، في تقديم كل شيء. ما أعتقد إنه في أحد يا
يعني ينقص شيء. نحاول قدر الامكان، انا اعرف انه في بعضهم يعاني، الطلاب اللي يدرسون في مناطق في اماكن غاليه في بوسطن في نيويورك في شيكاغو في كثير من المناطق، نسعى دائما وابدا الى انه نحاول ان نحسن الوضع. ان جيت في 2007 كانت مخصصات الطلاب 1350 في لقاء مع الملك الله يحفظه لما جاء زار الولايات المتحده، يمكن بعضكم يذكر رؤساء الانديه قابلوه، واصريت على انه رؤساء الانديه ياتون ويقابلون الملك عبد الله في واشنطن. في احد معنا هنا من الحاضرين كان موجود؟ ها؟ كان جو 74 رئيس نادي وقابل الملك عبد الله الله يحفظه في واشنطن، طلبنا زياده وجت زياده 50%، وحتاتي الزيادات ان شاء الله. نسعى جاهدين اليوم انتم الحمد لله، اليوم انتم الحمد لله في خير وفي نعمه، ولذلك لا تنسون وطنكم بكل ما تستطيعون، بكلمه بتعبير بتمثيل بدعوه، ان الله يحفظ وطنكم وانتم في خير وفي نعمه، ان الله يحفظ وطنكم ويحفظ اهلكم ويحفظ، والله لو حدث حاجه في البلد الكل فينا حيدفع الثمن. احنا في خير وفي نعمه، وادعوا دائما ان الله يحفظ وطننا، ان الله يحفظ ملكنا عبد الله، ان الله يحفظ ايضا الاسره، ان الله يحفظنا ويحفظ اهلنا جميعا، وتمنياتي لكم بالصحه والعافيه والسعاده الدائمه، وما ما بيطيل عليكم. هل كمان في وقت ولا خلاص؟ يشرون لي الاخوان من هناك، يشرون لي الاخوان من هناك. انا 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 سعدت كثير. نعم كمل. يبوني أكمل. هكمل شوي بس عشان يعني عشان خاطركم بس. هكمل يعني بنكتة صغيرة صارت سمعتها يعني من أحد المبتعثات. جاتني واحدة طالبة مرة وقالت لي يا دكتور أنا بقول لك على 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 حاجة صارت لي، أنا رحت أستقبل أمي في المطار وهي ساكنة بلتيمور وهي وأختها، فتقول أنا رحت أختي كان عندها اختبار، تقول رحت أستقبل أختي في المطار، أمي في المطار، أمها أول مرة تجي أمريكا، تقول أمي أول مرة تجي أمريكا وأول مرة تشوفني وأنا أسوق. فتقول استقبلت أمي في المطار، لا ما هي هالة أنا طالع فيني إن شاء الله. تقول استقبلت أمي في المطار، أخذت تقول وأنا ماشية في الطريق أخذتنا السواليف والهرجة، هي من جدة بالمناسبة. فتقول لما فجأة كذا ما أدري البوليس وراي وقفها، شكلها دعست، فوقفها البوليس، تقول نزل علينا واحد كذا جثة طويل عريض، هات حقين ميريلاند، أسمر. طلع الرخصة، طلعت له الرخصة، طلع اللايسنس بليت، طلعت له. فبتكلم معاه بقول له يا معليش يعني أنا بس بتكلم مع أمي واستعجلت وسامحني ومش بالكلام هذا. فالأم خايفة تقول لها يا بنتي لا تحطي رجلك من نقره. فالراجل يطالع بقول لك انت يا بنتي لا تحطي رجلك من نقره. فهو الراجل قال لها get out the car، طلعها وادخل الان. والام من هناك تزعق، ما قلت لك انا قلت لك لا تحطي رجلك من نقره. Keep calling me, Negro.